رجعنا لكم. طيب صاحب البدعه ده يتشتم بس، اللي هو مسلم سني بس وغيرتها بدعه، ده هو في مزاجهم بدعه. ها بيقول لك ايه بقى؟ مبرر بقى الاكبر اللي انتوا عارفين برضو ان هم جزء منهم بقى القتله لو فاكرين الرسمه بيعملوا، بيقول لك ايه بقى؟ فان الحق اذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون واراد بعض المبتدعه ان يدعو الى بدعته فانه يجب منعه من ذلك، فاذا هجر وعزر يعني اتضرب له كده، وهجر يعني الناس بدات تتكلمه، كما فعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل التميمي وكما كان المسلمون يفعلون، ود امثله. بص بقى الحل الثاني، او قتل صاحب البدعه. انتوا عارفين ان هو قلتها امبارح انه صاحب البدعه يقتل، بس هو هنا بقى بيبرر اكتر بعد الشتيمه ويكسر قدام الناس كده، او قتل. يا جماعه صاحب بدعه حاجه عاديه هو شايفها التانيين بدعه، عشان ما تستغربوش من اللي بيحصل فيكوا وتقول له تقتل المسلمين. وانا هجيب جزء من 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 حوار الاخ ده بتاع العمليه بتاعت الواحات مع الاستاذ عماد اديب لانه مهم جدا. او قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم ابن درهم وغيلان القدري. دول ناس عاديين جدا على فكره ما عملوش اي حاجه، بس غيلان ده مثلا كان بيقول ان القدر نحن نصنعه، يعني مذهب فلسفي عادي جدا مفيش حاجه. وغيرهما كان ذلك هو المصلحه بخلاف ما اذا ترك داعيا. بيقول لك المصلحه ساعتها عشان ما نتركوش ان هو يتقتل. صاحب بدعة عشان ما تستغربوش بقى، ولا أديان ولا طوائف ولا عقائد ولا حاجات كبيرة ولا ترك صلاة ولا، أنت صاحب بدعة ومضر نشتمك الأول، ما جابتش نقتلك أهو ماشي. بيقول لك إيه بقى؟ وتبرير القتل هنا إيه بقى؟ وعقوبة القتل لا تدل على ردة صاحبه، إحنا قلناها قبل كده بس بشكل تاني، فهو إنما يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب زي ما قلت لكم، وإن لم يكن في نفس الأمر كافر. وطبعا ادى المثل هو هو بتاع غيلان القدر، انه كان مسلم جدا على فكره الراجل ده، بس الراجل كان له مذهب فلسفي يعني عادي يناقش يعني كده. السنه بالنسبه لي انا ابيده، لو انتوا شايفين الكلام ده كان كويس وكله تمام وملوش اي علاقه باللي بيحصل في حياتنا ولا بنظرتهم ناحيتنا ولا باستحلالهم دمائنا ولا بلادنا ولا ناسنا، ده من قبل ما نشتغل بقى شغلانات ومن قبل ما نقر القوانين والدساتير والحاجات اللي لسه يا فندم انت مالكش مهرب تتنفس، انت مقتول لا محاله في الصفحات العظيمات في كتب ابن تيميه، انت مقتول يا صديق، ولو نجوت تبقى دي المعجزه الحقيقيه انك من الفرقه الناجيه اللي هتصاحب هذا الرجل الفاضل يوم القيامه. نخش بقى على دول الغلابه، دول بقى ايه الارهاب الحالي. الإرهاب الحالي متقسم زي ما قلت لكم من يومين، قتل المسيحيين، هدم الكنائس، قتل كل الطوائف غير السنة، طبعا السنة كلهم أبيدوا، قتل المبتدعة كلهم ودي قلناها من شوية، قتل المرتدين بس الردة بقى اللي هو في نظره مش على فعل، مش على كلمة، مش على اللي بيقول مثلا بالقدر، اللي بيقول أصل الله لن يرى يوم القيامة، لا مرتدين بقى الانضمام أو في ما يرضى بحكم غير الله اللي هي الحاكمية اللي بيتهموا فيها انه اخترعها سيد قطب. اخترعها مين ده؟ سيد قطب تلميذ صغير عند ابن تيمية. وبعدين تكفير الدول وتكفير الحكام في ارهاب في مصر في الوطن العربي في العالم غير ده؟ مفيش. هتولي فرع غير ده كله بقى جاي. نخش على المسيحيين، واحد مسيحي عادي ما عملش حاجة، ده سيبكوا بقى ان انتوا عارفين كان في مناظرة قديمة كده انتوا عارفينها من سنة، إن لو واحد مسلم قتل مسيحي ما عليهوش عقوبة، يعذر لكن لا يقتل قصاصا، ده ثلاثة من المذاهب الأربعة. وقول يعني إيه ده موضوع، لكن أنا بكلمك عن قتله أصلا، فعل القتل أصلا، مش إن هو قتله خلاص وبنشوف عقوبته إيه. عند الأساتذة برضو مش شايفين له إن هو يقتل بيه لأنه المسلم يعلو دائما يعني، ده كلام طبعا مالوش علاقة بالإسلام الحقيقي. ربنا في القرآن قال من قتل نفسا بغير نفس، أي نفس، ده القرآن. طيب بصوا بقى مجموع الفتاوى، اسمع بقى معايا عشان هناخد واحدة واحدة ورا التانية النهاردة وبكرة. قتل المسيحيين طبعا في كتير جدا، بنقي لك بس المثل القاسم 355 على 28 بيقول لك يبقى، وهو أيضا كلام واضح فيه أن الشريعة لم توجب قتل المقدور عليه من الكفار. خلي بالك من الكلام ده، هو في الأول يقول لك هو ما وجبش قتل المقدور عليه من الكفار، دام كافر بس ما حاربناش يعني، بل أجارته على التخيير، وهذا عند أكثر الفقهاء. بص بقى بيقول لك إيه،
ولهذا أوجبت الشريعة، ده كلام تمام، قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. هنا الشريعة هي بتقول الكفار مش المقدور عليهم، لا الكفار المحاربين بس هم اللي اتقتلوا. بل هو بقى، بل إذا أسر، خلي بالك من كلمة لم توجب اللي فاتت من شوية دي عشان فيها السر، هو قال لم توجب قتلهم لكن ما منعتوش، ده في نظر ابن تيمية. خلي بالكوا اللعب بالكلام هو أسهل حاجة. بيقول لك بل إذا أسر الرجل منهم، الرجل منهم في القتال أو غير القتال، أو غير القتال يعني ما بيعملش حاجة خالص، هو عيبه الوحيد أنه في نظرهم كافر، كافر معدي كده هو في الشارع، مثل أن تلقيه السفينة إلينا، يعني سفينة غرقت أم هو طالع كده على البحر ما عملش حاجة خالص، أو يضل الطريقة أو يؤخذ بحيلة يسطى عليه يعني يتسرق، فإنه يفعل فيه الإمام، الإمام الأصلح من الأنواع اللي جاية بقى دي، مع أن الشريعة وقال لك إيه لم توجب لكن ما قال ما منعتش، فالإمام بقى بما أن لم توجب الإمام بقى يعمل فيه الأصلح من التالي، من الحاجات التالية، من قتله ولو نجا أو استعباده، اسألش إزاي، أو المن عليه أو مفاداته، يعني هات فلوس وافدي نفسك بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، فأما أهل الكتاب والبصوا الكلام الواضح في النهاية عشان يحسم الموضوع لأحسن الكافر ده يعدي، فقال لك بالنص فأما أهل الكتاب، أهل الكتاب شوف الاسم أصلا اللي هو جايبه من القرآن، أهل الكتاب ود كده يعني، فإيه اللي خلاهم كفار؟ والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ده ما فيش كلام بقى في دور خالص. فالكافر لو رمته السفينة أو جه صدفة الإمام يقتله يستعبده يمن عليه يفديه، وفي ناس قالت لا الفداء والمن لا مفيش خلاص دول كفرة. وبعدين أهل الكتاب والمجوس لوحديهم بقى كده دول مفيش كلام يا باشا، يقاتلون فإما القتل أو الجزية أو الإسلام قسرا بالعافية بالعافية. ده بقى فين عشان بس تكتبوا ورايا، كتاب اللي قلت لكم عليه بقى امبارح، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 159. فده كده احنا كده خلصنا المسيحيين، قضينا عليهم وعلى اي واحد ومش محارب، عشان ما تقولوش هم بيفجروا كنيسة فيها ناس بتعبد ربنا، هو انت فاكر ان عندهم ان الكنيسة عند دول بيت ربنا؟ انا هقول لك جاية دلوقتي، يا دلوقتي يا اول حلقة بكرة هتشوف رأي ابن تيمية في من يعتقد، مش في البيت نفسه بتاع الكنيسة ولا اللي بيصلوا فيه، لا دول ما منتهيين امرهم، في من يعتقد أن ذلك بيت الله، يعتقد بس عادي واحد مسلم عادي. نخش بقى على اللي بعده، خلصنا المسيحيين الله يرحمهم، الكنائس، هدم الكنائس، تفجيرها، حرقها، الهوجة اللي بتشوفوها لما بتعيني بيبنوا الدولة، الحمد لله بتلحق عملت القانون وبترم يعني بتسمح باللي فات اللي معمول يطلع له وضع محلي، أنا بتكلم عن الوطن العربي طبعا، بس بالعموم الهوجة دي لحد بقى التفجير البطرسية وغيرها، اقرأ بقى. قال لك اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة أصلا، والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر. الكفر عشان تعرفوا ما بيستحلوا إيه، دول كفار، احنا بنقتل الكفرة ونولع فيهم، هم دول بيصلوا ربنا، انت فاكر ده ربنا اصلا؟ خلاص، لا كنائس، خلي بالك ان يظهر فيها من شعائر الكفر على طول، ايه بقى؟ لا كنائس ولا غيرها، الكنيسة كفر. لما انا كنت لسه بقول لك لا تفتكر ان هو مثلا بيقول ان الكنيسة بيت ربنا، ده هقول لكم فين، ده مجموع الفتاوى 635 على 28. اللي بعده بقى، ومن قال وقال من اعتقد، دي احنا بقى، احنا وناس مهمة في الدنيا قالت كده ان الكنيسة بيت ربنا، بيت ربنا،
قال لي بقى: ومن اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها، اعتقد يعني واحنا قاعدين في البيت كده بنقول بيت ربنا هو، والناس اللي رايحين المسيحيين اخواتنا دول بيصلوا لربنا، يعبد ربنا فيها خلاص، وأن الله يعبد فيها، وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله، وهي عبادة فعلا، وطاعة لرسوله، رسوله اللي هو رسولهم، وأنه يحب ذلك أو يرضاه، اللي هو إحنا ممكن نودهم ونحب لهم أنهم يصلوا، يعني الناس مؤمنة، أو أعانهم على، خلي بالك من الجاية دي، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم. اسمع كده معايا تاني، معلش معلش، أو أعانهم، مش بس كده، لا ده حد في الدولة، الدولة نفسها تسمح بإقامة الكنائس. طلع تصريح، تفضل افهموا انتوا الباقي. ها، أو أعانهم على فتحها، عايز الكنيسة تفضل افتح كنيسة تصلي، وإقامة دينهم. كل دول بقى الأوصاف اللي فاتت، إيه من أول المعتقد بقلب ده بيت ربنا، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. إحنا بيتكلم عن مسلمين، من أول اعتقادنا إن ده بيت ربنا لحد ما نساعدهم كدولة، عشان تعرفوا الدول بتتكفر منين، ده غير كل اللي فات. أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة فهو كافر. طبعا انتوا فاهمين، ركب بقى، تايم دايما بقول لك المكعبات، الكافر بتعمل فيه ايه، انت فاهم، وصاحب البدعة والمرتد والمسيحي والهندي والمجوسي والهندوسي مفيش حاجة باقية يعني، ده كده مفيش، ده كده على فكرة يحصل يعني الاقتصاد بتاع العالم كله، لان هيتبقى 12 واحد هيعيشوا في كل المليارات الفلوس اللي موجودة دي، هتبقى حاجة جميلة قوي. بمناسبة القرآن في آية لطيفة جدا بتقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. واخد لي بالك ساعتك؟ يعني ربنا في حال وجود النبي بيقول له: لولا ان انا كده بدفع الناس دفعهم لحركة الحياة لهدمت. بص ربنا يعني يلوم ان الحاجات دي تتهدم لان فيها اسمه بالذكر، صوامع وبيع اللي هم على فكرة المعابد والكنائس، وصلوات ومساجد احنا بقى يذكر فيها اسم الله، كل دول يذكر فيها اسم الله، وربنا مش عايز يهدمها، ده القرآن. انما ابن تيمية مفيش كلام، قال لك اللي اعتقد ده او ساعدهم او قال ده بيت ربنا او بيعبدوا ربنا او فتح لهم او ساعدهم كافر لا محالة. ها تمام كده، اوعوا تفتكروا الدوز او الجرعة خلصت، لا 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 لا، ده فاضل الفراغ يتحكم عليه بالقتل، الفراغ اللي باقي في الكرة الأرضية. بكرة نكمل أهم الحكاية كلها بقى، الحاكمية وتكفير الدول بالعموم. بكرة نكمل.